بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبعد، الحمد لله الذي أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه، وبعد، الصلاة والسلام على أول خلق الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المشاهدين، ما زلت مع حضرتكم في برنامج بين الشريعة والقانون، وكلما تمتد حلقات هذا البرنامج والله أسعد، لأن في توفيق من الله في نجاح المادة التي يقدمها البرنامج. ناس كتير وقفت على حدود الشرع وحدود القانون من خلال معلومة ولو عامة، اللي هي هدف هذا البرنامج. شرعك بيقول إيه؟ قوانين الوضعية بتقول إيه؟ مدى الانطباق بين الشرع والقانون؟ وخدناها على جميع الأصعدة وجميع القوانين، شفنا الشريعة بتحط قواعد عامة مش قواعد جامدة، حتى لما تتطور الحياة وخالق الحياة وخالق الناس يعلم أن الدنيا تتطور. ولما كان القرآن آخر الكتب السماوية واللي هيمشي مع الناس إلى أن تقوم الساعة، فكان يجب أن يتطور بتطور المجتمعات، لا يضع قواعد جامدة. لذلك تسن القوانين في ظل تلك القواعد، عشان اللي يكلمك يقول لك ده مش شرعي، ده قانون حرام، ده حلال، ويحرم على الناس عيشتها. فالمشرع المصري يعني ما عندوش استعداد فطري أن يخالف ما أنزل الله. قصة الحدود وما الحدود ده كلام إن شاء الله نفرد له حلقة عشان نعرف هنا غاية التشريع إيه، أو المشرع يقصد إيه فيما سنه، عشان حياتنا يا جماعة تستقر وتستقيم. لأننا بفضل الله على بداية عهد جديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادتنا لما فيه الخير للبلاد والعباد، أمين يا رب العالمين. موضوع حلقة النهاردة يا أخوانا موضوع شائك، موضوع يعني هم كبير في البيوت وبعض الأسر. للأسف رغم أنه جازم وحازم في القرآن الكريم، إلا أن البعض باين عليه مش عاجبه كلام ربنا. موضوع حلقتنا قانون المواريث أو الميراث بين الشرع والقانون. اخترنا الحلقة دي نفردها لهذا الأمر للغط الكبير والنفوس التي ساءت، والرجل الذي يريد أن يعدل فيما قاله الله وفيما فرضه الله سبحانه وتعالى. معنا الأستاذ وائل البحيرة، أو اتصال. تفضل أستاذ وائل. ألو أستاذ وائل. طيب وائل معلش حبيبي، اتصل بينا أنا يعني شكلي اتصالك يا ابني. بس يا اخوانا، عايز قبل ما نبدا في القصه دي عايز انوه لحضراتكم عن امر كنا اتكلمنا فيه سابقا، والله برضو لخدمه اهلنا وناسنا مش هنعدي فرصه الا ما نقول اللي بيحصل عشان بلادنا ترتقي. انا بتكلم عن جزء يخصني، بلدي قريه اسمها راس الخليج، بلد شربين. لن امل عن الكلام عنها أو ما يحدث. بس سبق قلت لكم يا أخوانا أيام ما
استعرضنا قانون الانتخابات بين الشريعة والقانون وشفنا الرابطة الكلام ده كله، وقلت لكم النائب اللي بننتخبه وبنجري وراه ومش عارف الكلام ده كله، واللي بيوعد الناس بإنجازات وبيوعد الناس بإن أنا هعمل، هرصف طرق، هجيب كباري، هعمل مش عارف إيه، هعمل هعمل، قلنا الكلام ده ليس له أساس، ولو قال للناس كده بيخدعهم، لأن الدور اللي حطه النائب، اللي حطه القانون والدستور للنائب دور غير كده خالص. ده هو ينوب عني في سن القوانين، نائب عن الشعب عشان يضع ما يحكم البلاد من قوانين، وضع لكي يشرع، انتخب كي يراقب ويسن القوانين، لكن يقول الناس هعمل واسوي والكلام ده كله ده كلام كذب، لان دي خطط للدوله ومسائل الدوله وضعاها. هو بقى جايز تصادف الصدفه مع حاجه خدمه طالعه البلد وفق خطه 50 موجوده يقول لك انا عملت، وده ما بيحصلش. فالبشرى سعيده لان الكلام ده اتطبق فعلا. وعايز اكلم يعني قرى مركز شربين بصفه عامه وبلد رأس الخليج بصفه خاصه، ان في بشرى سعيده زفتها لنا رئاسه الجمهوريه من خلال مبادره حياه كريمه، ان ال 218 قريه في شربين وضعوا تحت مبادره حياه كريمه، هيبتدوا يطوروا في تلك القرى بامكانياتها الموجوده. انا اعرف امكانيات بلد راس الخليج ان فيها امور كتيره جدا تتطور تصل الى اعظم ما موجود في المدن، والله وفي عواصم المحافظات امكانيات لو استغلت. فالدوله مشكوره وضعت 218 قريه لمبادره حياه كريمه، فيبقى لا نائب له فضل ولا نائب عمل ولا نائب سوى، والحمد لله ان جت، ولسه النواب ما حلفوش يمين، لسه ما تولاش مهام عمله. اذا الدوله فاكرانا اهي، اذا الدوله فاكره القرى اهي، اتوضعت في خطط زي ما بداوا بفضل الله يطوروا في المدن ويطوروا في مدن جديده وننشا عاصمه اداريه ونعمل الكلام. كلام 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 يؤكد لك ان الدوله عارفه مهمها، ان حاطه خطه، ان عندنا وزاره اسمها التخطيط قابض خطط، عشان الناس اللي بينتقدوا الاوضاع ويقول لك بنعمل كباري وتريق على كباري، تريق على كباري ليه يا ابني؟ يعني ما نعملش، وما عملش الريس يبقى ده ما بيعملش. شيء برضه هدفه التنغيص على الناس، وهدفه ان احنا نتاخر 200 سنه لورا. يعني الراجل بيشتغل ويجد ويجتهد، تلاقي بعض القنوات وبعض المأجورين يعني يمسك حاجات بسيطه واتكلم ده ايه اعمل يعني، ولو ما عملش يقول ما عملش. فيا راس اطمئن اطمئن، لان لو اضرب لسعادتك مثال موجود لكل مجتهد، والناس مش هتبطل انتقاد، وبالذات تلك الجماعات ومن يريد هدم البلاد. يعني جوحة زمان يركب الحمار الله يعزكم جميعا، يقولوا ده ركب الحمار اربع طلعوا عين الراجل لغايه ما طلع الاخ في الاخر مجانين، ما عجبهمش اي حال من الاحوال، القصه المعروفه. لكن دول خلاص العصر ده انتهى، بنشتغل، الطرق بقت جميله، بتيسر على الناس حياتها، في انجاز. اذا الانجاز بينتهي باذن الله أن نطور قرانا من خلال إمكانياتها الموجودة. في حلقة المحليات قلت للشباب يلا انهضوا يا أخوانا، يلا يلا شوفوا اللي جاي. الرئيس عايز الشباب، عايز الناس تدخل وتدخل تلك المعتركات عشان نزيل بقى الزمن الرديء وقصة أن الفساد في المحليات. عايزين نبدأ عصر جديد، انتخابات محليات على الأبواب، وفي ناس بتخدم في بلدها لوجه الله أعلمهم جيدا. شاب طيب من أصل طيب في رأس الخليج يتقدم يعني بوازع من حبه لبلده، وازع من حبه للناس، ويبدأ بنفسه يسعى لدى كهرباء الريف، يسعى لأن كان رأس الخليج بلدنا بتعاني مش مشكلة الكهرباء، يعني معاناة جديدة
قصة بس كابل يجي من مدينة في السرو أو من محافظة دمياط يعدي النيل البلد يستقر حالها. فكان أمر محتاج جري وسعي ويعني وإلحاح على المسؤولين، لغاية لما نجح الشاب ده إنه جاب الكابل وأيام وهينتهي وهتنتهي مشكلة الكهرباء في رأس الخليج. فأنا بحييه باسم حضراتكم في والدي رأس الخليج، بشكر أستاذ أحمد محمد الجندي، الشاب ده اللي عامل الكلام ده لوحده ووازع من عنده، محدش قال له ولا بتاع شهرة ولا بتاع إعلام، عشان شوية زلنطحية ما يطلعوا لك ويجروا ويقولوا ده احنا عملنا وجرينا، شوية الناس اللي ظاهرين على الساحة اللي معرفش أصلا كانوا إيه. إذن في حياة طيبة، في ناس بتشتغل، فبقى من يدعي أنه يفعل خلاص يعني زمانكو طول قوي يعني وما عملتوش حاجة، فما يصدقوا يلاقوا حاجة زي دي وينسبوا موضوع، يعني يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بل والله بيصبطوا. فكفاية لكم كده بقى خلاص، البلد هتشوف عهد جديد ونظام جديد، بلدنا وقيادتنا بتبص للشباب المخلص وعارفة مين وعارفة مين، الكلام مفهوم يعني. فأهنئ بالبشرة الطيبة، أهنئ وأشكر أستاذ أحمد على سعيه للكابل اللي جاه في رأس الخليج، ونهنئ بالمستقبل الطيب بإذن الله. 218 قرية سوف يتم البدء في تطويرهم حسب إمكانياتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لمن وضع ولمن فكر التوفيق والسداد والصحة والعافية، للناس غلابة وتستحق. طيب، حلقتنا النهاردة يا أخوانا ما بين يعني موضوع شائك، وهو الموضوع لا شائك ولا حاجة، ده احنا اللي صعبناها على أنفسنا حتى ذهبت البركة. قلت لحضراتكم سابقا إن القرآن في المعاملات وضع قواعد مرنة، قواعد عامة مش تفصيلية، يعني لم يفصل ولم يدخل في تفصيلات. قلت لكم سابقا القانون المدني كله يتلخص في آية اسمها يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني تحت لفظ الكتابة، وضع تحت هذا الأمر كل اللي أنت عايزه، شيك كبير أقصى الأمانة، أي ورقة، نظم الأمور دي في قاعدة عامة، قانون عام، قانون التأمينات الاجتماعية، قانون الدولي، قانون المرور، كل ده حط قواعد عامة عشان نيجي نوضع قوانين تفصيلية تبقى منبثقة من الشرع وما تحرمش عليه عشتي. لكن جاء الله تعالى وجلت قدرته وفي قصة المواريث وضع نظام تفصيلي دقيق لكل صغيرة وكبيرة. اللي حط الكلام ده مين؟ ربنا جلت قدرته. يقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين في الآية الكريمة. المواريث دي كلها في ثلاث آيات تقريبا أو أربع آيات. أربع آيات في سورة البقرة، في سورة النساء، في منتصف سورة 12 و 13، وتقريبا آخر آخر آية في الآية في السورة. اتصال معانا، اتصال مكفر الشيخ، اتفضل. ألو، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اهلا وسهلا. معلش عندي سؤالين يعني متشابهين. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. بس وقف التلفزيون الله يكرمك. انا بعيد والله بره التلفزيون خالص، يعني بعيد عن التلفزيون. السؤال الاولاني، ايوه، لو واحد مثلا قضى توفى وجم عشان مثلا يقسموا الوراث، يعني بص اللي مات الاب تمام، ساب مين؟ ساب مين؟ ساب مثلا، وهي مش مساله في يعني تقسيم الميراث، ده المساله في مساله السماح يعني. تمام تمام. فهو طبعا مثلا يجم بعد الاب ما مات، طبعا كانوا زعلانين وكده بتاعه، وقال لاخوهم احنا مسامحينك مثلا في البيت ده او في نص التركه ديت. تمام. وكتبوا ورق بهذا الكلام يعني. تمام. يوم بعد كده، بعد مثلا بعد مر سنة او اتنين، اختلفوا مع بعض الاخوة، رجعوا قالوا له لا احنا عايزين حقيقة تاني بقى. هل طب الورق اللي كتبوه كان شكله ازاي؟ يعني الورق اللي كتب بينهم كان شكله ايه؟ يعني مثلا هم قالوا ان هو ايه، ان احنا متنازلين او ان احنا خدنا حقنا، يعني هم برروه عمل القانون، يعني عقد اتفاق مثلا بينهم او اللي عملوه في هيئه عقد بيع او قصه اتقالت ازاي لما قال له انا مسامحك في الكلام ده،
كلام بقى ولا قال له ورق وكتبنا وعملنا؟ شوف يا محمد كلمني يا محمد بعد الـ 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 بعد الحلقة، وبأكد اخواننا يعني تليفوناتنا موجودة على الشاشة وعنوان مكتبنا وتحت الامر في اي خدمة لاي متصل. يسأل الله ان يعني يكون سبب ان احنا نعاون ذا حاجة، يعني لان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. لكن اللي نقدر نفهمه من الاستاذ محمد المتصل من كفر الشيخ مش بيتكلم في توزيع الميراث، بيقول لك يعني احنا جينا قبل الناس خلاص، الراجل توفى وساب ورثه وهم بيتسامحوا مع بعض. الكلام ده اخباره ايه؟ الكلام ده 10 على 10، كلام طيب. واكد لك طيب ازاي بعد ما ناخد اتصال ام يوسف. اتفضل يا ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور منور الشارع؟ الله يخليك، اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا رب ويبارك لك. تعيش حضرتك. كويس خالص ان حضرتك بتتكلم على موضوع الارث والميراث وكده. الله يكرمك. كنت عايز، انا اللي اتصلت الحلقه اللي فاتت، بس كنت عايزه برضه يعني حضرتك تفيدني اكتر. اتفضلي. عايز الموضوع في زياده يعني بعد اذنك. اتفضلي. دلوقتي انا حضرتك هي مشكله معايا. احنا انا من بلد تبع المنصوره وكده، والمشكله ان اخواتي الولاد مش عايزين يدونا الورث الا بسعر بتاع زمان من ايام ما والدي توفى يعني. انا والدي متوفى وانا صغيره لسه عندي 3 سنين يعني من سنه 83 كده. عايزين يدونا الورث بتاعنا في البيت بالسعر القديم مش السعر بتاع الايام دي. معلش ممكن تفيدنا بس يعني ايه المفروض صح يعني دينيا وقانونيا وكده في الشرع وفي الدين؟ عينيا موسف، يعني يا موسف. حاضر حاضر اقول لك يا بنتي. حاضر. أشكرك يا موسى. أنا وسهلا بشكرك على الاتصال. نرجع للموضوع قبل ما نتكلم عن يوسف. فأخوانا الورثة لو تسامحوا مع بعض وده سبل ده، بس قبل ما نتسامح نضع اللي ربنا قاله، نوزع وكل واحد يعرف حقه وفق الشرع، هو خد ايه وعمل ايه، نعرف الكلام ده. خلاص طبقنا الشريعة، حطينا ربنا قاله، زبطنا، ده خد الربع، ده خد التلتين، الكلام الموجود ما بين الفروض والعصابات في التوريث. ان هو يسيب حقه خلاص، ده حقه يعمل اللي هو عايزه، بس يبقى طبقنا اللي ربنا قاله. خد هو بقى نص، خد تلت، خد اللي خده، تعالى انا بسيبه، يبقى هو هنا بيتصرف في حقه، يبقى مفيش مشكله في الكلام ده، لا شرعيه ولا قانونيه. لكن بقى نرجع بعد كده في اللي في اللي في اللي قاله او سابه او تنازل عنه. انت كنت في اول صاحب فضل ورجعت فيه. اللي هفه محمد بعد الاتصال، هما كانوا كاتبين ايه من بعض؟ يعني كان في صيغه بقى يعني عقد بيع ولا عقد اتفاق؟ هنشوف عشان نشوف مدى الزام هذا الكلام على الورثه دي. ام يوسف بتتكلم عن موضوع برضو اللي احنا بنمس بيه القصه دي، ويمكن الحلقه معموله عشان الموضوع ده، يعني قصه حرمان الانثى من الميراث وتاجيل ميراث الانثى او الاخت او البنت او ايه يا اخوانا؟ بتاجل لمين؟ هو انت هتكون اعدل من رب العالمين؟ هو انت يا بشر اللي نهايتك جيفة هتكون قاعدة من ربنا في اللي وضعه وسنه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. والاولادكم هنا تشمل الذكر والانثى عشان ما حدش يقول لك ده الاولاد يعني. قال لك الذكر له ضعف الانثى. ووزع ميراث الراجل، ابرئ ذمة ابوك امام الله سبحانه وتعالى. الراجل يعني يحتاج حسنة في قبره، ده مش بر بابوك. وخلي بالك ان بالبر بالاب برضو والام متصل حتى بعد وفاتهم، فما تجيبش اخر الراجل اللعنة في قبره. من 30 سنة سعادته عايز يعمل ايه بقى حضرته؟ قلبه بقى رق بقى خلاص، قلبه حن خلاص، وتقريبا وافق على شرع ربنا خلاص، وافق على القرآن وتنازل سعادته ويطبق شرع ربنا. بس جاي سعادتك يدي لها مراسها من 30 سنة. معانا اتصال فاطمة، اتفضلي يا فاطمة. يا فاطمة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. الو. ايوه فاطمة سامعك. يا دكتور. طيب يا فاطمة اتصل تاني يا بنت، الاتصال قطع. يا اخي اتقي الله، يعني الارض من 30 سنه تمانية زي النهارده، فانت عايز يعني تاخد منها؟ طب اديها لها عينا. يعني يوم يوسف يقول لا مش عايزه فلوس، انا عايزه ارض او ايا مكان المورث هو شكله ايه.
ايش اللي يعني بترسوا فيه؟ لكن ارض يقول خدها بسعر ايامها ليه؟ ده حقها، لانه حقها في الارض من يومها وبتاعتها من يومها بالقران وقول الله تعالى. لما ابوها مات بقت هي مالك في هذا الامر، مالك في الجزء اللي اتساب اللي ربنا كرره، فبقى جزئها يعني زاد مع زمن تاخد حقها وفق اليوم، مش من 30 سنه يعني جاي تطبق تكحلها تعميها. مفيش فايده في الطمع الانسان اللي هيودي بنا الا نار جهنم في قصه محسومه في القران لم يطبق الله سبحانه وتعالى امر تفصيلي زي ما قلت لحضراتكم الا المواريث وموضوع الزواج والطلاق، عشان ما يجيش واحد يقولك ده قانوننا غير شرعي. معانا الاستاذ احمد من كفر الشيخ، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، الاتصال قطع في اهم يعني جزء في السؤال يعني. اتفضل يا حبيبي. طيب احنا قلنا دلوقتي ان هم الاخوات والبنات مثلا سامحوه وهم عملوا ورق بكده، خلاص ان هو يديله حقه قدام القانون، ما يقدروش يرجعوا قدام القانون. لما جم اختلفوا مع بعض بعد كده في مساله نسب، في مساله اي حاجه تانية، قالوا له احنا مش مسامحينك عايزين حقنا. هل الشرع بقى في المساله ديت، هل هو عليه ذنب اللي هو قال لهم لا ما انتوش واخدين ده، انتوا سامحتوني قبل كده، ولا لازم ان هو يديهم حقهم برضه؟ طيب اجاوبك يعني فهمت. ولو سمحت يا دكتور يعني انا السؤال ده مهم جدا يعني. حاضر يا حبيبي اجاوبك. حاضر. شوف يا احمد، معايا احمد؟ معانا احمد يا احمد ولا مشي؟ انقطع الخط. طيب بص يا احمد، سالت قلت لك نوع التصرف ايه اللي الورثه يتنازلوا البعض، يعني كتب ورق هو تنزل لها. انا اقول لك الفرضيات وانت بقى اختار حالتك. يعني هم لما جم يسامحوا بعض كتبوا مع بعض يعني عقد بيع وشراء، ولا عقد اسمه، ولا ايه الكلام ده كله، ولا كان كلام كده مجرد كلام؟ حاضر. فلو كان مجرد كلام وكان وعد فهو شرعا من نكل بوعده، يعني انت وعدت وقلت لكم العقود بعد قبل كده لا تنعقد، مش شرط الكتابه. واوضح لحضراتكم بعد ما ناخد اتصال ام وائل. اتفضل يا ام وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تأمريني. الله الامر لله يا ابني. انا سعيده اللي سمعت صوت حضرتك. الله يكرمك يا ماما، ما تحرمش منك، اتفضلي. انا عاوزه استفسر بالنسبه احنا كنا شغالين في شركه ترانزستور ترمز، وكان لنا 5 علاوات، خدنا منهم 3، وبعد كده اشتكينا بقى لنا 2، في البعض اخذ والبعض ما خدش. انا من ضمن انا وجوزي ما خدناش العلوتين الاخرانيين دول. انا اعتقد يا موائل، اعتقد ان خلاص يعني اعتقد ان اتصرفوا كلهم خلاص، ولا اشمعنى انتوا يعني؟ ما احنا مجموعه كبيره، احنا متعينين سنه 64 يا ابني. اي حته سنه 64 اول التلفزيونات، احنا اول ناس عملنا تلفزيونات الابيض والاسود. ده اللي موجود في دار السلام او في تقريبا فين؟ لا هي الشركة من في الإسماعيلية أول من اللي كانت معمولة. وبعدين لما هاجرنا في 67 كنا الشركة بتاعتنا كانت في طريق اسكندرية الصحراوي، وبعدين بقت في شارع فاطمة رشدي اللي هي عند سود الأحرار. طيب في الخمس علاوات دول احنا خدنا 3 في 2006 واتبقى لنا 2، الاتنين اشتكينا بيهم، البعض اخذ والبعض ما خدش، نصنا مات ونصنا عاش. طيب يعني ال- 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 عندي 75 سنه يا رب يديك الصحه، عقبال 75 قدهم مضروبين في 100، حرب 56 وحرب 67. ما شاء الله عليك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك. ده احنا مكرومين بسببك يا موائل. شكرا يا موائل. وعايز اقول لحضرتك ان احنا يعني مكرومين بامهاتنا دول والله، لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رضع لصبنا عليكم العذاب صبا. فاللي زي موائل والله احنا مكرمين بك يا موائل، ربنا يديك الصحه. لكن انا عايز اقول لك ان انت قلت اشتكيت، يعني اكيد في لفظ اشتكت يعني رفعت قضيه عشان يستحقوا الاثنين. فعايزك تطمئني، يمكن حكمك لسه ما صدرش، او يمكن الاستاذ الزميل المحامي يعني خد لمجموعه ولسه المجموعه الثانيه جايه في الطريق. فتابعي القضية اللي انت قلت عليها ديت، اشتكينا ازاي اكيد هتاخدهم، لان حق خلاص 5 علاوات موجودة وقررت وفق حكم الدستور العليا، فالناس مستحقة بتاخدها ولها نظام، فموضوع ما فيش فيه كلام يعني. فبإذن الله تاخدها. التأخير بطمنك، شوف بس الحكم صدر ما صدرش، راح خبير عمل ايه، شوف القصة ماشية ازاي.
فيا اخوانا ده شرع ربنا اللي فرضه في المواريث واللي ربنا اتكلم فيه بكل دقه. ما نجيش بقى زي دوله ما ولا نقول لا ده ما يعجبناش، احنا عايزين نساوي الذكر بالانثى. معانا اخلاص من المنوفيه، اتفضلي يا استاذ اخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه دكتور، اتفضلي تحت امرك. لو سمحت انا الموضوع بتاعي يعني بعيد عن الحلقه شويه، انا من محافظه المنوفيه، وحضرتك اول ما بدات الحلقه تحدثت عن الجماعه النواب اللي انتخبناهم ودخلوا الانتخابات وهيعملوا للبلد وهيسووا للبلد. فاحنا بعيد عن المواضيع دي خالص، محافظه المنوفيه تعتبر لا تذكر في اي شيء عن المواضيع دي. لا صرف صحي ولا كهرباء مظبوطه ولا طرق مرصوفه ولا اي شيء بيذكر عن محافظه المنوفيه. هل يا ترى علشان احنا ناس على قد حالنا يعني ما احناش لينا اراضي ونعمل مشاريع وكلام من ده، ولا علشان احنا واقعين من الخطه بتاع المحافظه ولا ايه؟ اكيد يا اخلاص كان النائب السابق قبل الانتخابات دي كان وعد بقى وقال لك هنعمل وهنسوي وكان كله، وطبعا ما عملش حاجه خلال الدوره البرلمانيه المنصرفه، ما عملش حاجه طبعا. أكيد. والله انا يعني انا مش سياسيه زياده عن اللزوم. لا الامر يا ستي الامر لا سياسه ولا كلام في السياسه، انا بكلمك ان كان النائب وجاي يترشح كان يعني مهد لكم الارض خلاها ورد يعني. ايوه هعمل واسوي يعني اللي قبله واللي قبله واللي قبله. هي نفس القصه يعني يا اخوانا، هو ما بيعملش حاجه، هو بس كلام بيقعد بي يعني بي 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 يسيل بيه اللعاب عشان ياخد الاصوات وكده متشكرين، لان ده مش دوره. اشكرك يا اخلاص، لكن يعني برضه بطمنك انا ما اعرفش ايه اللي انت بقوله، لكن خلاص الدوله بدات تنظر بقى للقرى، بدات تنظر للناس اهي جايه اهي، اي مخلص عندك بيتابع يروح يشوف الدنيا ماشيه ازاي، ايه المحطوط. خلاص سياده الرئيس حط يعني حاجه اسمها مبادره حياه كريمه للقرى عشان ينمو بيها ويتطور بيها، فان شاء الله رب تكون فتحه خير على كل قرانا، فتحه خير على كل بلاد مصر، اللي بسال ربنا سبحانه وتعالى ان يرجعنا لسابق عهدنا، أمة قوية، أمة حضارة. أدى يا أخوانا قانون مواريث، بطمن حضراتكم إن ما فيش بقى خلاف في قصة قانون الميراث وقانون الأحوال الشخصية اللي هو تقريبا موضوع سنة 74 والشريعة، لأنه نقل مراية من هنا حط هنا، وبياخد الراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. معانا استاذ احمد، اتفضل. اتفضل استاذ احمد. ماشي يا باشا، اتفضل. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل استاذ احمد. دلوقتي استاذ احمد كان، السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي التلفزيون يا احمد، وطي التلفزيون الله يكرمك. ماشي معاك يا دكتور. اتفضل. انا والدتي موجوده وما ما يعني ما ورثتش من اهلها خالص، ولا مراس، فهي دلوقتي مش معترضه بالورث، يعني انا مش عاوزه ورث خالص. ليه يا احمد؟ ليه ليه اولادها احنا هل نقول ناخد الورث ولا ما ناخدوش؟ هي موجوده الحاجه موجوده. بص يا احمد، برضو التلفزيون انت لسه رافع، مش سامع منك حاجه يا احمد، كلمنا على الشخص يا احمد لو عايز، لكن لو امك موجوده ولها مراس وهي تنازلت عنه انت مالكش دعوه بالكلام ده، حقها وتنازلت عنه مالكش، لكن لو كانت ورثت وربنا ادها طول العمر وخلاص دخل في 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 ذمتها الشخصيه ودخل خلاص عندها بقى مالها، يعني خلاص بتقدر هي. وفي نقطه هكلمكم فيها يا اخوانا بعد قليل، يعني امتى نطلق على الذي ورث ميراث، ده ميراث بقى امتى، لان في ناس بتتصرف في وقت حياتها. طيب هنرجع بقى لقانون الميراث. خلاص قلت معانا ام احمد من الاقصر، اتفضلي يا ام احمد. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا ست الكل. انا ولد محبوس ومحكوم عليه 25 سنه. وعايز اشوف يعني سنه السجن كام، 9 شهور ولا 6 شهور؟ انت يا ام احمد اتصلتي الحلقه اللي فاتت وقلت لي متهم في قتل ابوه. انا حصل، انا فاكر كويس صح كده؟ ايوه صح، بس انا شوف هي سنه السجن 9 شهور ولا 6؟ قبل ما اقول اوعي يا ام احمد يكون قتل ابوه متورط في قتل اب. لا شيء
سيبك الوقت والله. تسع شهور ايه شهاده زور عليه والله شهاده زور. طيب هو يعني انت وهو بقى امام الله سبحانه وتعالى يعني قتل اب او متهم في قتل اب. هكلمك يا طبعا هي السنه في السجن هي تقريبا في لائحه تنظيم السجون تقريبا 9 اشهر ويمكن نزلوا بالرقم ده، فمش سنه 12 شهر يعني، مش سنه 12 شهر. لكن لو قتل ابويا محمد انا اسحب الاجابه. متشكرين يا ام احمد. خلاص يا اخوانا، القانون الخاص بالمواريث نقل كوبيا من القرآن الكريم، والمسائل الخلافية يعني نسخ الكلام كوبي، خد هنا حط هنا، والمسائل الخلافية أخذ بالراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. فاكرين زمان هو ما يجي يتجوز ويقول لك زوجني ابنتك ومش عارف ايه وعلى مذهب الامام ابو حنيفه، ده الاصل فعلا، ده كلام مظبوط. ومعانا هاجر، اتفضل. ولا عارف اتكلم، استاذه هاجر اتفضلي اتفضلي. لو سمحت حضرتك، كنت متطلعه من جوزي ومعايا طفل. اي وطفل، اتفضلي يا هاجر. ماشي. ما هو رمى عليا منين بس سايبني عند بيت ابويا سنه ولا نفقه يعني ولا بيدفع لي فلوس الولد ولا فلوس ليه ولا اي حاجه خالص. فانا رفعت عليه قضيه. بس هو انا رفعت قضيه عشان اخد حاجتي وكده، بس هو يعني طلقني غيابي ومش راضي يديني حاجتي. طلاق غيابي. طيب انت عملت ايه بقى؟ ما طلاق غيابي ده يا بنتي خلاص بيعطيك كافه حقوقك من نفقه. لا هو يعني بص حضرتك، هو عنده شقه ملك، بس هو الشقه دي فضل عفش، خد عفش من شقه ملك رماه في مخزن وقال لي اهو عفشك، بس انا المفروض ان انا حاضنه، والمحامي بتاعي قال لي ان انت حاضنه ومفروض ليكي حق بالشقه. يا هاجر، رفعت قضيه في قائمه منقولات قايمه، يعني قايمه. في قايمه، وانا اتحكم لي بتمكين من الشقه. طيب خلاص، ده قرار محامي عام بالتمكين. اتمكنت ولا ما نفذت ولا ما نفذتيش؟ لا، ما هو حضرتك انكر ان الشقه دي راح عمل عقد ايجار، ومعايا شهود على كده ان هو عمل عقد ايجار اي كلام لواحد قريبه، وقال ان هو اتاجر منه الشقه والشقه دي مش ملك، بس هي ملك. لا لا لا، برضه هتتمكني برضه يعني، خد يعني. بس انا ايه هو خلاص، اصل الكلام ده معروف يا بنتي، هتتمكني برضه من الشقه حتى لو كان تلاعب وتحايل وراح اجرها لغير عشان الكلام ده كله. ال ال القرار ده، القرار التمكين ده واجب النفاذ فورا ايا من كان داخل الشقه، ايا من كان. انا في المحامي بتاعي راح هو محضر، بس حضرتك ما عمل بقى الحوار بتاع العقد وده، وقال لي حاجتك هي قدامك، خدي كل حقوقك، بقول لك كل النفقه وكله. التمكين يا هاجر ملوش دعوه بالايه، ملوش دعوه بالحقوق والقايمه. خلاص القايمه لو ما ادالكش القايمه هترفعيه عليه يعني جنح التبديد بالقايمه. خلاص طلاق غيابي يعني لك حضرتك دلوقتي لما الطلاق الغيابي ده انا كده ما اقعدش في الشقه ولا اقعد؟ لا تقعدي يا بنت، مش انت حاضنه بتقولي معاكي بنت او طفل؟ لا حاضنه ولكن مسكن زوجيه، يعني مسكن حاضنه. لكن مسكن حاضنه، المسكن اللي كنت مقيمين فيه انت خلاص تقدمتي بطلب تمكين، صح كده ولا غلط؟ صح. وصدر قرار محامي العام بتمكينك من الشقه. بس هو راحوا عشان يسلموا زمان نزيل محامي انقذ يشيء، ما يسيبك انه ينكر. خلاص مش فيه تحريات جات وقالت ان ده شقه الزوجيه اللي كنتوا انتوا فيها؟ بدليل محامي سياده المستشار محامي العام اصدر لك قرار تمكين. بتبقى بناء على تحريات، القرار ده بتنفذ حتى لو كان فعلا، حتى لو كان فعلا بيع الشقه. بس هتلاقي المحضر لما بس لما لقى حد موجود رجع لقاضي التنفيذ عشان ياخد منه تاشيره بالدخول. ما هو يعني هو اعترضه بس، لكن هينفذ هينفذ. شاكرين يا هاجر، لكن هو بنتي هينفذ هينفذ. وطلاقك الغيابي ده بيديلك كفه حقوقك ونفقه لطفلك واجر حضانه واجره سكن او المسكن نفسه. فادي يا اخوانا قانون المواريث اللي هو تنظيم بديع من الله سبحانه وتعالى. حتى والله ارى في عملي ان بعض يعني الناس اللي هم يعني اخواننا وحبايبنا اللي مش مسلمين احيانا بيلجأوا للشريعه الاسلاميه عشان تفصل بينهم في الامور دي، لعدالة التوزيع، لعدالة ما قال الله سبحانه وتعالى. ما يجيش بقى دولة زي تونس تقول لك عدلنا قانون الذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر زي الانثى. ده ايه ده؟ ده ايه بتعدلوا في القران؟
في كتاب ربنا، رغم ان الانثى بترث في القرآن الكريم اعتقد اكتر من 24 مرة او 14 مرة من الرجل، الانثى بصفة عامة يعني. لكن دي بسبب حالة التعصيب، لو انثى مع الذكر خلاص ده للذكر مثل حظ الانثيين، هو ربنا الحكيم حطها كده. واحيانا الانثى دي بتحجب رجل، بتحجبه ما تخليش يرث لما بتبقى عصبة بالغير او مع الغير. هو كلام يعني فقهي حبتين، لكن بالفلاحي خالص كده، احيانا بتاخد اكتر من الراجل واحيانا بتحجب الراجل ده ما تخليش يرث، بتحجبه. فللمتحزلق بقى واللي هيتفتأ على كتاب ربنا، اتقي الله، شل فكرك ويدك ويمينك اللي فكرت ان تنظر لايات الكتاب الكريم وتعدل فيه. عدل ايه؟ طيب، يبقى الأنثى يا أخوانا ترث، والله سبحانه وتعالى وضع لها أكثر من فرض، ترث بالفرض وترث بالتعصيب أحيانا. ربنا سبحانه وتعالى حط للأنثى بدام الأم والبنت والبنتين والأخت في بعض الحالات، الأم بتاخد السدس في حالة ولها التلت في حالة، البنت المنفردة ما يكون بنت الوحيدة بتاخد النص، لما يكون بنتين بياخدوا التلتين من تركة أبوهم، الزوجة بتاخد الربع من الزوج لو ما كانش له ولد، يعني ما عندهمش ولاد، وتاخد التمن لو كان له ولاد. الولاد دول ما يشترطش يكونوا منها هي، ما يشترطش يكون منها، سواء منها او من غيرها تنزل للتمن. معانا اتصال استاذ عماد بحيرة. اتفضل استاذ عماد. ايوه اتفضل يا حبيبي. ماشي يا بيه. اتفضل. الله يبارك لك. عايز نكلم المستشار اللي على الشاشه قدام حضرتك دي. ما انا معاك حبيبي. اتفضل اتفضل يا عماد. ماشي يا بيه. اتفضل. الله يبارك لك يا بيه. انا دلوقتي انا راجل تعبان وقاعد في البيت وسني 60 سنه. ربنا يبارك لك. حتى نخش في العماله اللي هي غير منتظمه ما نفعش. شفاك الله وعافاك. اه يا حبيبي اتفضل. وعندي وعامل كذا عمليه في الاورام وفي مستشفى اسكندريه الجامعي وفي مستشفى دمنهور التعليمي، وحاولت حتى نعمل معاش وانا عندي اولاد وصغيرين وفي التعليم، ومش لاقي اي حاجه من الدوله تسند معايا. حتى عندي عمليه حاليا، عندي ناسور برازي ودموي من البطن، مش عارف نعملها والله. كان عندي نص فدان ارض بعته على العلاج وعلى المستشفيات. ربنا يشفيك يا حبيبي. ربنا يشفيك. ربنا يشفيك يا حبيبي. طب عايز من حضرتك بس اي نظره رحمه يا عماد. يا حبيبي يا عماد، انت خدت ورق ورحت فعلا تقدمت؟ بامثلك يا ابني وما اصحاب تلك الحقوق. قالوا لك ايه بقى لما رحت؟ لا يقولوا لي انت غير مستحق. ليه؟ بنروح مثلا يقولوا لي في كوميسيون في دمنهور، نروح دمنهور. ما هو اكيد يعني يا عماد عشان اطمنك، اكيد هم عملوا بحث، يعني اكيد عملوا بحث. البحث ده شوف نتيجته ايه. عندك املاك مثلا؟ عندك املاك؟ والله ما نملك من غير حلفان. ده هو سؤال مجرد. عندك املاك؟ كنت مسجل قبل كده في تامينات؟ لا خالص. مالكش رقم تاميني ولا رقم تاميني؟ يبقى نروح نشوف. اسمع يا عماد، هنروح نشوف البحث اللي هم عملوه. البحث اللي هم عملوه قد يكونوا اخطاهم. قالوا عندك املاك او رقم تاميني، روح راجع الكلام ده واشتكي، اشتكي للوزير واشتكي لوكيل اول وزاره والمحافظ ونائبه، يعني روح اعمل الكلام ده. الناس لو محترمه قلت ناس محترمه وبتستجيب، هتستجيب للكلام ده كله، بالذات انت حالتك لو بالكلام ده لا تستحق كفاله وكرامه وتستحق معاش حتى استثنائي كمان. شاكرا يا عماد. فاطمئن يا حبيبتي، يعني روح على المحافظ، روح لوكيل اول وزاره هتلاقي الاستجابه. وشوف يا عماد البحث اللي عملوه لك، اللي قال لك فيه يمكن ده ما خلاكش تستحق يعني. يبقى خلاص يا اخواننا، دي الفروض اهيت. لما نيجي نرتب المواريث في القرآن بتبقى في ثلاث اشكال. حاجه اسمها ميراث بالفرض، حاجه اسمها ميراث بالتعصيب، وميراث من يسمى ذوي الارحام. ده اصحاب الفروض. يعني ايه كلمه اصحاب الفروض؟ بنبسط الكلام اهو، اعرف ولو معلومه. اصحاب الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى قرر له فرض في القران، حط له فرض نص ربع ثمن سدس ثلثين
ده اسمه فروض في قلب القرآن. على سبيل المثال الزوج زوجته ماتت مالهمش ولاد، الزوج على طول بياخدوا النص من مراته إذا لم يكن لهم أولاد. نفس الزوج ومراته ماتت بس كان لها أولاد، منه أو من غيره، الأولاد ده منه أو من غيره، بينزل النص بتاعه للربع. الزوجة اللي ماتت زوجها بتاخد الربع. لو الزوج ده ملوش ولاد بياخد الربع، الزوجة بتاخد الربع لو الزوج ملوش ولاد، وبتنزل للتمن لو الزوج ده له أولاد سواء منها أو من غيرها، بتنزل التمن. تعددك الزوجات كلهم بيخشوا في التمن أو الربع أو حسب الحالة، بيبقوا شركة فيه. فده شرع ربنا اللي حط أصحاب الفروض. يبقى يا أخوانا اللي بتتفتقوا على الدين وعلى القرآن وما وضع ده كلام ربنا، اتق الله. بيبلغوني في كنترول صديق البرنامج الدائم، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ احمد. معالي المستشار، اخبار حضرتك يا باشا؟ الله يخليك يا ابني، لا اوحش الله منك، ده احنا كنا لسه في سيرتك من شويه استاذ احمد. والله ربنا يكرمك يا فندم، والله انا شاكل لهذه الكلمات، والله لسنا اهل لها يا ريس. والله يا ابني حقك، والله حقك. ابدا ابدا حقك والله. لا 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 لا، في ظل ما بشوف بلدنا يا احمد، لا حقك. في ظل شويه زلنطحيه ماشيين ما لهمش شغله ولا مشغله، لا حقك. ربنا يكرمك يا فندم، ربنا يبارك فيك. يعني الكلام ده الكلام ده حق، وحق يعني اعرف برضو يعني شيء بشيء يذكر. معد هذا البرنامج استاذ احمد سعد، رجل 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 لا يألو مثلك كده في الفيوم، وبيجري وبيشتغل وبيعمل والله وبينجح يا ابني. المهم يا ابني لان في اخلاص بينجح وبيأدي. يعني انا لما كنت بتابعك في كابل الكهرباء ورايح وعامل، ولا كان حد يعرف حاجه عن القصه، فمش عايز يعني من باب ربنا يجعلها يا ابني خلص الوجهه. بس ما حدش ينسب لنفسه المجهود ده، ما حدش يروح يقول لك ده انا عملت اهوت، ويطلع بقى شايلين دفاتر تحت ايديهم وروحنا قابلنا، ولا بروح ولا قابل. والله انا المستشار يعني انا عايز اوجه دعوه من خلال منبرك الموقر، ان الامر ليس مجد شخصي وليس صراع شخصي، الامر هو نفع عام ليس الا. يا حبيبي ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لخير البلاد والعباد. وأظن حضرتك أشرت في بداية كلامك عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية اللي هي مبادرة حياة كريمة، قطعت المسافات على الكل، وقطعت المزايدات على الكل، وقطعت الخلافات على الكل. يعني السيد الرئيس ورئيس الجمهورية تطرح مبادرات على أرض الواقع، كل يدلو بدلو بقى، خلاص الأمر ليس مقصور على أحمد ولا على محمد. ودايما بنقول يا فندم إن يعني الشباب يحتاجون إلى خبرة الشيوخ، والشيوخ يحتاجون إلى 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 حماس الشباب حتى تنهض البلاد. يعني هم قديما قالوا ان البيوت بسكانها، والله وانا اقول ان البلاد باهلها، البلاد لا تنهض الا باهلها طبعا وسعي ابنائها. فهذه يعني مبادره من خلال منبركم الموقر لنبذ الخلاف ونبذ التوتر. الامر مش مجد شخصي، الامر يعني رئيس الجمهوريه فتح المجال للجميع وقطع المسافات على الجميع، الساحه موجوده للكل اهو، اللي عايز يخدم وطنه واهله يتقدم. بالظبط، ده امر مفيش فيه خلاف. لا 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 لا، لا مجال للرس، لا مجال للرس، الرس لا مجال له. انت عملت عمل لوجه الله، وعملت عمل لخدمه لاهل بلدك في ميزان حسناتك، وامر يذكر. البلد دي كان فيها عظماء وشرفاء معروفين وما زالوا يحمدوا الى هذه اللحظه. المرحوم الاستاذ احمد شوقي العريان رحمه الله عليه، حج عبد اللطيف ابو يوسف، مش عايز اعدد اسماء، مش عايز اعدد اسماء لان مش عايز اظلم حد، لكن في شرفاء كتير كانوا ناس بسطاء، تاريخ موجود. ربنا يبارك في عمرك يا باشا. يا احمد تحت امرك، وانا يا ابني بشكرك باسم راس الخليج كلها، وخليك على النهج ده. ويا راس الخليج ما حدش عمل القصه ده الا احمد الجندي بصراحه، عشان ما حدش يطلع يقول لك انا قابلت النائب المحافظ وقابلت الراجل وعملت، ما عملوش. شاكرين يا احمد، وربنا يوفقك يا ابني ويحفظك. يعني مثال للشباب الطيب. فيا اخوانا، وبالمناسبه يعني استاذ احمد بيتكلم اهو، الكلام ده فيه شرع وقانون؟ اه فيه شرع وقانون والله.
الراجل اللي بيشتغل ده وبروح وبيعمل لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضي له خير من الاعتكاف في مسجدي هذا شهرا. يعني تمشي مواعيد بس تدله حاجة خير من أن تعتكف كما قال النبي شهر. يعني إذن دولتنا ما بتسعى وبتسعى لخدمة الناس، كفاية بقى العهود اللي انتهت، كفاية المطبلاتية بقى، كفاية كده أصلا. يعني كفاية التسفيه بما نقوم من إنجازات. أرض الواقع يا أخوانا بتنطق بما يتم. والله لا أجامل ولا أحابي ولا أحتاج شيء، لكن ده واقع. أنا راجل بسافر من منصورة للقاهرة، بروح بلدنا، يعني قصص كنا بنقول اعترضها بالأربع خمس ساعات. ما شاء الله في بنها الحر، في طريقة عمل، في من فنشكر ربنا قبل ما هو يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فاحنا بنشكر، يعني بنشكر من خلال شكر الناس. الراجل اشتغل. فكل هؤلاء المثبطين وكل هؤلاء الطوابير الخمسة موجودة في كل عصر، ناس أعداء أنفسهم وأعداء أي نجاح. هينتقدك هينتقدك، هتعمل هينتقدك. بس يعني عفوا لما ضربت مثال الجوحة، هينتقد الرجل في كل أحواله مع ابنه وقصة الحبار المعروفة. بس الخطورة بقى عشان نرقى بأنفسنا ونرجع لكتاب الله، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا: من أعرض عن ذكري الذكر بس فإن له معيشة ضنكا. ما بالك بقى اللي غير في اللي قاله ربنا. معانا مدام سهام، فضلها مدام سهام. مدام سهام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت حضرتك، انا والد دلوقتي كان لي بيت وقال لي هورث على حياه عيني. يعني مين يا سهام؟ مين والدك ولا مين؟ والدي. عمل ايه؟ وقال هورثك على حياه عيني يعني. طيب ها، وبعدين؟ فخد اخواتي كتب النص الولاديه، ولدين اخواتي يعني. كتب النص لده والنص لده، وتمن البيت من دماغه كده، وقال لي انت برامج 150,000. وهو البيت انا جبت واحد يعني كده وشافه، قال لي ده البيت ده يا بنتي يجيب 2 مليون. انت الاخت الوحيده يا سهام؟ الوالد ليا اخت متوفى. الوالد لسه موجود؟ طيب اجاوبك يا سهام. اي اوامر تانية تأمري بيها؟ اي اسئله تانية؟ بشكرك يا سهام. طيب يا حبيبي حاضر. شوفوا يا مدام سهام وشوفوا يا اخواننا، وانا قلت لكم في اول حبه اللي لسه اتكلم فيها، لا نستطيع ان نطلق على اموالي انها ميراث الا اذا مت. يعني اموت يبقى اللي تركته اسمه ميراث، يوزع بشرع الله زي ما قلنا كده. في حياته يقسم امر يرجع له، ده فلوسه وبيعمل فيها اللي هو عايزه، هيطلع جمعية خيرية، اعطل ده اعطل ده، هو حر. ذهب الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، قال له أنا عايزك يا رسول الله تشهد على هذا العهد، اديت لابني حديقة. قال له له اخوات؟ قال له اديتهم زيه. قال له لا. فقال النبي اذهب، لم يكن لرسول الله أن يشهد على جور، على ظلم. هو إن كان ظلم، بس هو من حكم في ماله، يعني زي ما بيقولوا ما ظلم، بس لا، بس هو ظلم. فالنهارده توزيعه امر يا سامي يرجع له، هو قدر ده الموضوع يرجع له. بس ثابت الكلام ده هيكون ثابت في حقك، وهو ذنبه امام الله بقى، هو حر. انا اخوانا الامور في عجاله سريعه، يعني المواريث بحر واسع، من الم بعلم بالمواريث يعني بياخد لقب نص فقيه. يعني شوف المواريث بس من فقه الاسلام يقولك ده نص فقيه. فالعلم سهل، وربنا سبحانه وتعالى الكتب بتاعت المورزي حطهم في ثلاث آيات، آية 12 و13 تقريبا، وآخر آية في سورة النساء. ده المورزي كلها لكن بقى بتحصل فيه مسائل أحيانا، في حاجة اسمها المسألة العمرية أو المسألة الحجرية أو المسألة الحمارية. في عجلة سريعة، إيه القصة دي كلها؟ يعني رجل مثلا مات، ساب مثلا زوجة، وساب بنتين، وساب أم، وساب إخوة أشقاء وإخوة الأم. إخواتك من أمك لهم فرض عند الله في القرآن، فرض يقدم على الأخ الشقيق.
ده الإخوة لأم، ربنا حط لهم فرض زي ما قلت لك إن الفروض تقدم. إن شاء الله الحلقة الجاية هقول لكم إيه المسألة العمارية وإيه المسألة الحجرية وإيه اللي تم فيها وسيدنا عمر إزاي أضاف أمر. دايما الأوقات الحلوة بتمر بسرعة. بشكركم والله لأنتوا سبب في استمرار وتواصل هذا البرنامج إلى هذه اللحظة. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعتم من رب. والصفحة زي ما أخطأت حضركم موجودة على الشاشة، صفحة يعني أحبابنا في الفيسبوك اتفتحت باسم برنامج بين الشريعة والقانون. حط أسئلتك وهنجاوب لك عليها إجابة مكتوبة بإذن الله. وكمل اتصالات الكنترول بيخبرنا الوقت. بعتذر لكم يا اخواننا معلش الوقت جري، واسال الله سبحانه وتعالى برضو تاني ينفعكم ما سمعتم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا في بلادنا امنين مطمئنين. يا رب من اراد بمصر خيرا فوفق، ومن اراد بها شرا فجعل كيده في نحره. اللهم استر اولادنا واستر بناتنا واحفظنا بحفظك يا كريم. اشكركم والقاكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.